هيدي احلى شغله بشتغلها بحياتي. بتمشى ساعتين بالطبيعه، بعمل سبور، بتنشق هوا نضيف. لي موتون مطيعين، ما عم بيعذبوني ابدا. بقول لهم اغتي بيوقفوا، بقول لهم افانسي بيمشوا. برجع بردهم للراعي وبقبض اجرتي وبفل. لا مين شاف ولا مين درك. صحيح منا شغلي من مستواي، بس ما فيك تنكري انا مش اوريجينال. انا عشرة ضايعين. خلي يدفعن اللي قوص. وشو عرفني مين القوص؟ ما شفتيه؟ أنا كان بالي فيه، كان بالي أركض ورا الموتو. لو بيصير لي أخنقه ما بقول نو. وفايدة وكله ضيعت سليلاري. شو اللي عم بيضحكيك؟ كل ما اشتغلتي بتدفعي بدل ما تقبضي، ارحمي جايبتك ووقفي شغل. هالمرة مش الحق علي، حق اللي قوص. بس لو بعرف مين هو. اجا شخص طويل اسمر اجلح شوي، لابس قميص اسود وبنطلون كمان اسود أو زيتي عأسود، بفتكر أسود وحاطط عوينات شمس. قال لي صباح الخير، قلت له اختصر عدنان. قال جاي من قبل طارق فياض، وقال بيسلم عليك طارق فياض وبقلك هيدا السلولار إلك. سلولاري. طوشتينا. زلمة شو كان بدك فيها؟ تركها تسترزي. طلع غنم؟ هي مبسوطة ومعتبرتها شغلة اوريجينال؟ بس انا مش مبسوط. طيب ضروري تخليها تعرف انك انت اللي قوصت؟ اشتقت لها بدي اشوفها، ما لقيت غير هالطريقة. اكيد هلا رح تهجم علي مثل اللب والكاسرة. مستعد تتحمل نتائج الهجوم؟ المهم شوفك. بدك شي؟ سلامتك، ميرسي على الزيارة. بشوفك عشية؟ لا، عشية ما بقدر. بدي اتخانق أنا ونادين. عزيت الموضوع؟ يا زلمة، أنا تجوزتها للست نادين حتى آخذ الجنسية وسافر، بتصفي النتيجة لأني تجوزتها مش قادر سافر، بأي راس تركب الخبرية؟ براس نادين. باي. باي. ليكي صرت عم بمشي يومين ثلاثة وبقدر استلم المعمل. نسي المعمل، نسي طارق. هيدا واحد حقير لئيم بلا اخلاق بوجهين، قوص بالفنا ليهرب لي الموتو، خسرني شغلي. ما بقى اجيب لي سيرته، ما بقى اجيب لي سيرة المعمل اذا ما بدك تشوفني بالعصفورية. هيدا الشاب عم يلعب فيك وفيي،
صدقني عم بغشك، ببين لك انه شهمه كريم وبتهمه مصلحتك وهو ما بفكر الا بمصلحته. انا عاشرته وصرت اعرفه على حقيقته. بليز طلعوا من حياتنا، خلينا ننسى الماضي بحسناته وسيئاته ونبلش عن جديد. وعدني بابا، وعدني انه ما بقى توثق فيه، وعدني انه ما بقى تربح جميلته بالشي. طار من ايدي، طار من ايدي، طار من ايدي. رجعت سنتين من عمري عليه، اخذته مني. هيدي السخيفة الهدرة التافة الغنوشة، قدرت تاخده مني. ورك يا ماما حاجة عاملة بحالك هيك رح بتجني. 60 سنة علي إذا مش عارف قيمتك، في غيره كتير. بس أنا بدي إياه هو، كان بدي إياه هو. طار من إيدي. ليه بدك إياه هو؟ في 100 شاب غني وابن عيلة على إجريك. بحبه. لا بتحبيه ولا معك خبره يا ماما، بس انت غرورك اللي قاتلك، مش قادره تقبلي انه يتركك كرمال وحده تانية. اسكتي امي، اسكتي، اسكتي او بقتل حالي، بقتل حالي، بقتل حالي، بقتل حالي، بقتل حالي، بقتل حالي. أهلا مدام، شو في؟ بأي مستشفى؟ شوف شو عملت فيها، كل ذنب أنا حبتك. جاني مخدت وحل عني بقى، خلصني ريحني منك. روقي، اللي بيعزيني انه كل هالتصرفات بتدل انه بعدك بتحبني وعم تتعذب وراح تضلك تتعذب، لانه ما رح تحصل علي ولو بعد 100 سنة ولو شو ما عملت، رح ضل حرق بقلبك لتموت وارتاح منك. روقي، كل اللي عم تعمله ما رح يوصلك لمطرح، لانه ما رح كون لعينك ولو زحفت على بطنك. بلا رح تكون الي، هيدا قدر ومرسوم. بحلمك رنا، بليز اوعى تلفظ اسمي على لسانك. هلا بتطلع معي لعند الراعي بتدفع له حق المنتون اللي ضاعوا. الراعي؟ كنت مفتكر انه انت الراعي. لا انا سكرتيرته. سكرتيرت الراعي؟ ما بيخصك، واذا ما دفعت المصريات رح ارفع عليك دعوه، ونادين وعدنان شاهدين انه انت اللي قوصت، لانه اللي قوص هو اللي بيعرف وين ضاع السيلولير. وانا ما رح اقبل اشتغل ب $600 بالشهر. هذا المعاش مؤقت ومع الوقت بيتحسن. طيصير قد ايه؟ 1000؟ بيكون صار عندك خبره وتعرفت على السوق وربيت زبونات، بتفتح مكتب هندسه على حسابك. والله؟ ومن وين بدي اجيب مصاري تفتح مكتب هندسه على حسابي؟ بتستعمل مكتبي اول فتره، عندي اوضه فاضيه مستعد افرش لك اياها على حسابي، عربون امتنان انك رح تبقى بلبنان. ليكي، انا لشو تجوزتك؟ تعطيك الجنسية الفرنسية، بس هيدا قبل ما تحبني ويصير زواجنا حقيقي، لأنه أنت بتعرف كتير منيح إنه أنا ما في عيش إلا بلبنان. ما بتضحي على قليل كرمال البيبان اللي ببطنك؟ أنت بتعرفي إنه ما في إله مستقبل هون. يسوى ما يسوى كل البيبيات اللي عايشين هون. هوديك البيبيات أمهم ما عندها الجنسية الفرنسوية. بدك أو بدك تعيشي أو تعيش بفرنسا أو بلبنان. سمعت؟ لا ما سمعت، شو قال؟ منبقى هون وما منترك جبلنا، تراب الأرز أغلى من الذهب. نادين صوته شو حلو يا عمي، حرام عليك، أنا حبلي حش نرفزني.
شو بدي اعمل؟ غني. اوعى تقولي لي دبري لي شغل. ليه؟ ليه؟ كم وظيفه صرت مدبرت لك من وقت ما فلس بيك لهلا؟ كنت اول 10 مرات بشتغل، هلا صار عندي اكسبيريانس. ستك كانت تقول ما تحط ايدك تحت بلاطه حدا، خصوصي انت وحبلي. وبتتركيني هيك عاطله عن العمل؟ غني يا صديقتي. للمره الالف بقلك قبلي بالامر الواقع، انت فاشله بالشغل وكيف بعيش؟ غني. استغلي حط طارق فياض لإلك ونسي تاريخكم المأساوي وتجوزي. انا اتجوز هيدا النصاب الطميع اللي سرق لنا المعمل وعلى شوي كان سرق لنا الفيلا وخرب لي كل اشغالي؟ ولك ايه خلصينا بقى من هالاسطوانه، زهقتينا منها. طارق فياض اكثر انسان شاهم شفته بحياتي، حتى بعد اللي عمله امبارحه واللي قبله واللي قبله بعدك بتعتبريه شاهم؟ اي متى رح تقتنعوا انه هيدا الفناص ما رح يرد لنا المعمل؟ بالعكس عم بجرب يخرب لي كل شغله عم بشتغلها لحتى يجوعني ويزلني. عم بخرب لك كل شغله عم تشتغليها تما يزلك. الشغل مش زل، الزل هو اللي عم تطلبيه مني. بحالي لطارق لحتى يعيشني. يا عم الزلمه بحبك وانا بكرهه. دبري لي شغل. غني. الكليب بعده عم ينعرض من وقت للتاني والناس بعدها عم تعرفني، وهيدا الشغل الوحيد اللي نجحت فيها. بدعت. الابداع بهالايام هو قد ايه بتنجح بالسوق وبيقبلوك الناس ورانا قبلوها الناس. قبلوا مواهبها الخارجيه، المهم قبلوها. ايه بس ما تنسي انه انا كنت بطل الفيديو كليب تبعها. المهم هلا شو رايك؟ تعرفوا رايي؟ ما تقارن صوتي بصوت فيروز، قارنه باللي عم يغنوا اليوم. إذا هيك حضرتك فيروز القرن 21 من غير شر يجي قلبك. غني منيح، ما بدك ترقص. بعد ما تروقت بدي ضب الاكل قبل ما اروح. ضبي يا خواجه فريد، مقضيه بلا اكل، لازم تاكل مشان صحتك. هلا باكل بعد شوي، روحي انت على شغلك. معلي بنترك تتخلص. روحي على شغلك صباح، انا بس خلص بضبهم. على قليله يكون عندي شيء اعمله. من وين بدي بلش؟ من مطرح ما بلشت اول مره. نسيت كيف بلشت اول مره. بتروحي عند زيت الملحن اللي لحن لك اول غنيه. المره الماضيه كان سهيل معي مدير اعمالي، هالمره رح كون لوحدي. اه صحيح، انت بحاجه لمدير اعمال. اقولك مين بجيب؟ عدنان شو قصتك؟ وقتك مرشح لازم تشوف حكيم. لا مش مرشح، مصدوم. ايه معك حق، هي الصدمه بتساعل. من مين مصدوم عدنان؟ ما تقلي من صباح. بتمنى عليكي ما تجيبي سيرتها قدامي تا ما تفتحي لي جروحاتي. انا مصدوم من نكران الجميل. نكران الجميل سبق قصدي ما غيره. ما غيره ما عرفت عم لحن عمل لها غنية ضربت الدنيا ولا شجعت اصلا على الغنى وبعدين نسيت الجميل تتكون نكرة للجميل. مزبوط عدنان اول مرة كان مدير اعمالي. تعيشي وتفوقي. ايه ايه صحيح، بس عدنان ما عنده وقت، انت بكره بدك توسع اعمالك، بدك مدير اعمال يتفرغ لك. انا بستقيل. عدنان بدك تتركني؟ هون الشغل قليل، عندي كتير وقت اقعد وفكر، وانا ما بدي فكر، بدي وظيفة تشغلني وتنسيني اسمي وصير قول شو اسمك يا عدنان، شو اسمك يا عدنان.
بدها بكي. سامحني، ما كنت بقصد اللي قلته، ولا كنت بعني ولا كلمة منه، بس كنت مجروحة وبدي انتقم منك. نسي اللي قلتي، أنا نسيته. أنا ما بكرهها لرنا، أنا بس بغار منك كيف قدرت تملك قلبك، هالقلب يلي عملت المستحيل توصل له وما قدرت. ما تفكري بقلبي هلا، قوي حالك وطلعي من هالمستشفى، مش لبقت لك هالنومة. أنا غلطت كتير، بس كل يلي عملته عملته لأني بحبك. كتير حلو مادموزيل رنا، منوعد المشاهدين انك راجعة على الساحة الفنية. بوعد جمهوري الحبيب الطويل العريض انه رح يشوفولي اغنية مصورة قريبا. يلي بحب يشوف رنا بركات شخصيا، انا عم غني كل جمعة وسبت بالبورتيميليو للي بحب يشوفني شخصيا. يا عدنان، بالبورتيميليو فرد مرة. كلمات الي حبيب والحان لينا اسيس. اي شو مبينة حلوة وشيك ومهضومة، ما شفتي شي من هضامتي بعد. هلا بخبرها نكتي للمذيعة بتوقع على ظهرها من الضحك. ان شاء الله تكون لابسه سترينج. ما كانت لابسه سترينج. عدنان ما تنسى بكره موعدنا مع الملحن، تمرق لعندي ونروح سوا. طيب. مرسي حبيبي. يا رب يجيك بنت قمر مثل امها. يا رب. لانك بتشوفني قمر رح اجيب لك صبي. خلقه كامله نعمه زايده. هيك ستي كانت تقول، خلقه كامله نعمه زايده، المهم يجي الصبي. المهم هلا. بلا المهم حبيبي بليز، خلينا مبسوطين. نادين، في موضوع لازم نتناقش فيه سوا على رواق. حبيبي دس دس، البيبي عم يلبط. مش حاسس بشي؟ يمكن هودا غازيت فكرت نلبط. ندون حبيبتي شو في كمان؟ حكمتني حرقة، حاسة قبولي والعاني ببطني. بس حبيبي فيك تفوت على اوضة النوم تجيب لي الدواء؟ بونسوار. بونسوار. ايه دخيلك، تعك اليوم تشوف ضحكتها. مزبوط انه شوفتي بعدها بتبسطك؟ مو بدي منك شي غير انك تطلع علي من وقت للتاني تشوفك، بس خليني اشوفك. لا، اذا رح ترجع تبكي انا بفل. مرحبا فريد، هلا برجع بعمل صبحية معك. يا ماما صحيح انك وقع فايت على نص اوضتي؟ سؤاله بدي جوابه، وقبل ما تجاوب عرفي انه هيدي اخر مرة بسأله. تتجوزيني؟ قبل ما تجاوبي بدي قلك انه معك حق باللي قلتيه، انا بحبك وعم بتعذب،
وبدي اياكي من كل قلبي، ومستعد انطرك كل العمر تتقولي ايه اذا في امل تقولي ايه. لا 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 يا مخلوق اوعيه، حرام اللي عم تعمليه فيي وفيكي. لا هيدا جوابك الاخير؟ هيدا كان جوابي من الاول. رح تندمي. انت اللي رح تندم اذا ما بتبعد من طريقي. لا ما رح اندم لانه عملت المستحيل تقدر اخرق عنادك وغنجك وقلة نضجك وضميري مرتاح. بس انت اكيد رح تندمي. انت مين فكر حالك؟ شو مفكر حالك؟ انا ما بطيقك، ما بطيق شكلك، ما بطيق انت صارك. كذابة وعم تكذبي على حالك قبل ما تكوني عم تكذبي علي. اعترفي انك عم تكذبي. اعترفتي. باي رنا، يمكن الظروف ما تسمح انه نلتقي مرة تانية. بدي اعتذر منك فريد، ما رح اقدر اوفي بوعدي الك. غلطان اللي بفكر انه بيعرف شو رسم له القدر. بتمنى هالشي ما يمنعك انك ترجع على المعمل. هي منعتني. بخاطرك. أنا مسافر معك أو بلاكي. أحلى عدنان، صار لي زمان ما شفتك. عدنان بك شي؟ عدنان بعدك عايش؟ انت ما عم تشتغلي عند طارق فياض؟ بلا، بس عم بنظف البيت شوي قبل ما اروح. رنا موجودة؟ ايه موجودة. تفضل. بونجور. بلا احساس، عرفني حبلي وما عم يرد علي. فوت عدنان. كيف عرفتي انه هيدا انا؟ من سرعة الدقة دخلك. ليه ما قال لي الاسيستان انك هون؟ ما في حدا برا. نسيت انه خاني وتركني.
ويا ريت نفعت هالتركي بشي، راح كل تعبي ضيع. شفت صباح كنت بلشت انساها، وصلت لوقت ابقالي شي ساعة وربع ما تجي عراسي. هلأ شفتها وما عادت طلعت من بيلي ولا دقيقة. ياه ما كان لازم روح عند رنا عالبيت. بدك شي خواجة فريد؟ أنا رايحة. مع السلامة. ما في مرة بطلع عليك إلا ما بلاقيك قاعد. ما عم تعمل سبار؟ لا بدي أعمل. لازم تمشي تتقوي العضل. منشان شو بدي أقوي العضل؟ تتصح. أوكي دكتور صباح، روح عشان. إذا بدك بمشي مع التسليك، مش ضروري روح بكير. طارق ما بيتغدى قبل الساعة 2، هيدا إذا إجا تغدى بالبيت. لا ميرسي ما بدي. أصلاً سبار بيلهيك، أحسن ما تتجر. مع السلامة صباح. برافو قمت من التخت، بيطلع لك مكافأة. شو هيدا؟ خاتم خطبة. واو عم تعملي معكروني؟ أكلتي المفضلة. خاي كنت عم صلي انه تكون بتحبها. اخيرا اتفقتوا انت ورانا عشي، هي كمان المعكرونة اكلتها المفضلة. صباح بتمنى ما بقى تجيبي سيرة رنا قدامي. حاضر. بس بحب اطمن من وقت للتاني ع فريد. بعده ع حاله. ما عم يتحسن؟ مش كتير. شاب ممتاز عنده 3 سنين خبرة. الساعة 10 بيكون عندك. شو لحن بده يفرقع الأرض؟ عاد نازل معي. مع السلامة. ليش مش أنت بتسمعيني إيه؟ أنا بعد ما حفظته. دخلك مش حاجزين استوديو لبكرة؟ مزبوط. ولك شو مزبوط؟ حاجزين استوديو لبكرة وبعد مش حافظة الغنية؟ ليلى عدنان بيجي لعندي بحفظني إياها. عندك؟ ما فينا نجتمع مطرح تاني. وين بدنا نجتمع عدنان؟ على المريخ؟ مش ضروري نبعد هالقد، في مطارح أقرب. بالبيت عندي بنكون على راحتنا أكتر. أنت بتكوني على راحتك، أنا كل ثانية بتكلفني شهر. شهر شو؟ ستي كانت تقول اللبيب من الإشارة يفهم. مين لبيب؟ العمش ودهنك غليظ. ما لي عدنان انا بفسر لاسرع. كل ما شاف صباح بترجع تاخد معه شهر تينساها. يي علينا عدنان، بدنا نشتغل او بدنا نحب. قوي تاكل عندي بالبيت. يلا باي. مش حرام عليك تخدني هالخضة وانا حبلي؟ بدك ياني روح البيبي؟ وقفي لي هالابتزاز، ما بقى رح ينفع معي. ما بيهمك اذا روحت البيبي؟ قلت لك ما بقى تبتزيني بالبيبي. مامي ما تخاف، بابي عم يمزح. لكن نادين انا صحيح بحبك، بس ما كنت تجوزتك لو ما الجنسية. قصدي ما كنت تجوزتك هلا. انا بعدني صغير على الزواج والولاد والمسؤولية. اذا ندمان بعد ما فات الاوان. ماني ندمان، بس انت بتعرفي انه انا ما بقى بدي اعيش بهالبلد، ومش من حقك تمنعيني جرب مستقبلي برا. ومش من حقك تجبرني اني اعيش برا. ايه وشو الحل؟ قول انت شو الحل. انا ما عندي حل. ولا انا عندي حل. فاذا انا مسافر. اذا سافرت اعتبر انه زواجنا انتهى. شو خلصنا من الابتزاز؟ بلشتي بالتهديد؟ اطمنك مش رح ينفع معي، واعملي حسابك اني مسافر
مهما كانت النتائج ست نديم. تركني وانا حبلي. عدنان تفضل. ما بدي لا قهوة ولا شاي ولا ياسون ولا بيبسي ولا سيفن أب ولا شي خالص. خلينا نشتغل على روا. معقول ما ضيفك شي؟ رح وصيلك على فنجان ياسون من إيدي صباح. لا لا صباح صباح. هلا عدنان اعملي له ينسون. صباح ظهرت فيك تشيل الماسك. صباح ظهرت. طيب الماسك فهمنا ما بدك تشوفها، بس كمان ما بدك تسمعها؟ صوتك كمان بيحرك في عواطف جيشي. فظيع هالرنا بركات. شو اخذ سكسي ما بهمني اعرف شو كاتبين، ما بهمني اعرف شي عن رنا بركات، ما بحب حدا يجيب سيرتها. هيدا موضوع انقفل بالنسبه لي. بده يتركني وانا حبلي. ستي كانت تقول يا مأمني للرجال يا مأمني للمي بالغربال. ما تلومي، كل عمره يحلم بالسفر. انا برايي خليه يسافر ويكتشف انه الحقيقه ما انا مستوى الحلم. وبركي اكتشف انه الحقيقه احلى من الحلم. ولا مره كانت الحقيقه احلى من الحلم. ساليني انا، كنت ضل احلم بالشغله اللي احصل عليها، وبس احصل عليها بطل لها معنى بالنسبه لي. إيه مش كل الناس بطرانين مثلك. ما تضربيني انا حبلي. نيجي نظام بيت كانه ما حدا حبل بالدنيا الا انت. لقيت الحل، طلقوا. هيك بتوقف كل ورقه وموعد يخلوه يسافر. ما قلت عمليه؟ لا. لشو حفله الخطبه ما بقى دارجه؟ بليز حابه اعمل سهره يحضروها اهلي واصحابي. بكره فرد مره بنعمل عرس كبير. نعمل خطبه كبيره وعرس كبير. ما بستاهل. بلا، بس انا هالمده شغل كتير. انت اهتم بشغلك وما تعطل همشي. انا بحضر لوحدي، يعني حتى البدله اللي بدك تلبسها انا بشتري لك اياها. اوكي عمل اللي بتحبي، انا مستعجل لازم ارجع على الشركه. بونجور ديمي. بونجور دوني، من زمان ما شفناكي. كنت مسافره. بليز بدي اعمل بندويل. فكره معينه. 5 دقايق يكون معي. دخلك رنا بركات بطلت عم تشتغل عندكم؟ من زمان صارت عم تغني. ما سمعتي اخر غنيه؟ لا لا، مكسره الارض. عن جد انبسطت لها كثير. اذا صارت فنانه يعني كل يوم بتجي بتعمل شعرها. ايه هلا بعدها رايحه. مسافر وجاي وضعك. ونادين قبلت؟ لا. رايح وتركها وهي بهالوضع؟ شو بدي اعمل؟ بلكي اذا نجحت برا بتتشجع وبترجع بتلحقني. واذا ما لحقتك؟ ممكن توصلوا للطلاق؟ انا ما بدي توصل الامور لهون. بس ما بعرف، هي مش عم تساعدني. يعني ما رح تحضر حفلة خطبتي. خطبت؟ ايه خطبت دولي. ليه؟
رح يصير في محل بالخزانة لأغراضي. بتمنى شو ما كنت عم تحلم انك تحقق يستحق انك تخسرني. ما رح اخسرك ومنعيش انا هون وانت هونيك. شو حلوة هالحياة. يا بنجح وبتلحقيني يا بفشل وبرجع وهيك بكون عرفت انه ما لي نصيب. هيئتك ما سمعتني منيح. انا ما بقدر اعيش الا بلبنان. فيك تعيشي بلاي؟ انت اللي عم تتركني. انا مش عم بتركك. انا بدي روح شوف مستقبلي هونيك حتى اشتغل وجيب مصاري واصرف عليك انت والبيبي. انا ما تجوزت بانك. انا بدي رجال نام وقع انا وياه على زيت المخدة. هو واضح ان انا وياك رح نعيش مع بعضنا بالمراسلة. من ورا عنيدك. ليش مش من ورا عنيدك انت؟ طول عمرك بتعرفي انه انا مستقبلي برا، ليش قبلتي ترتبطي فيي طالما عارفة انه انت ما فيك تعيشي الا بلبنان؟ كأنه كان عندي خيار. لو كنت بتحبيني بتلحقيني على اخر الدنيا. انت مفكر انه الجنة برات لبنان. انا جربت الغربة وعن تجربة بقول لك انه ما قلنا بديل عن لبنان. وستك كانت تقول سأل مجرب وما تسأل حكيم. هيدا رأي ستك. انت عم تنهي زواجنا. ستك عم تنهي زواجنا. شوفك بكرة. بونسونس لليلي. ميرسي. واو شو الصدفة. كنت كتير حابة شوفك. خبرني جيمي انك سألتي عني. مبروك غنيتك مكسرة الأرض. بسطلك كتير. ميرسي اكسكوز موا مستعجلة. وما بدك تقوليلي انت كمان مبروك. ما تقوليلي انت كمان فتي بدومين الفان. يا ريت بس انا مني موهوبة مثلك. حاطة ضفير أكريليك؟ حلوين. هودي ضفير الأصلية. حلوين. والخاتم مش حلو؟ خاتم جديد؟ مبروك. هيدا خاتم الخطبة. بس أنت كيف بدك تعرفي؟ ولا مرة خطبتي. مبروك. داري قال لي انه حقه 10,000 دولار. بيناتنا مش هو اللي قال لي. انا رحت فصلته. انا وطارق خطبنا. مبروك. ومش بس هيك. ما تقولي لي تجوزت وصار عندكم اولاد. يا ريت. بس قريبا رح نحدد موعد العرس. والخبرية الحلوة انه رح نعمل حفلة خطبتنا بسال الاوتيل يلي عم بتغني فيها بالزيت. انا اخترت المطرح. جيمي اعمل لي فاغ. سافر وما تطلع ورا. حتى ما ودع البيبي. يا فرحة ما تميت. كنت مفكرة انه ربنا عوضنا عن سنين العذاب، عطاني اياه يرجع ياخذوا مني. او ليش بيقصد ربنا بهالضرب اللي عملوه فيي؟ طارق خطب. طارق خطب؟ مين؟ دولي. لا مش بس هيك. شو بعد فيه اكتر من هيك؟ رح يحتفلوا بخطبتهم بالمطرح اللي بغني فيه انا. لا 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 شو منكيين؟ هي نقت المطرح. غلطت غلطة حياتها لأنه رح حولها خطبتها لمهزلة. أخيراً باريس. بس لو نادين معي.
كمان ما بدك تحكي معي؟ مكرم ولو خيي انتبهي عليه وساعده، ما بدي يتبهدل، هذا صهرك وبي ابن او بنت اختك، وقعدوه معكن ما معه يدفع حقه تار. باي. رح تساعديني او لا؟ شو بدك فيه للزلمه؟ لا بدك اياه ولا بدك غيرك ياخده؟ هو مش هممني امره، هممني امره هي. قررت تعمل خطبتها مطرح ما انا عم غني كايه فيي. ليه بدها تعمل مكايه فيكي اذا ما بدك اياه؟ هي مفكره انه بدي اياه، لانه هي شايفته مش مصدقه، مفكره انه كل بنات العالم مستقتلين عليه. هيدا ما بيبرر انك تخربي له خطبته. خطبتها هي، هو ما بيهمني امره. رح تساعديني او لا؟ لا اصلا يمكن ما اكون معزومه. اكيد رح يعزمك ولو ما انت طباخته المفضله. ما رح ساعدك، مثل ما بتهمني مصلحتك بتهمني مصلحته. ليك الوقحة، صارت بتحبه اكثر مني. شو عم تعملي غدا؟ فاصوليا بلحمة، طارق بحبها. أول شي بقوله خواجة طارق، أنت خادمة عنده لازم تحترميه. تاني شي أنا رح أتغدى معه اليوم، وأنا بحب الفاصوليا بزيت. عفواً، بس مثل ما حضرتك قلتي أنا خادمة عنده ورح أعمل الفاصوليا مثل ما هو بحبها. عم بتكبري راس علي يا وقحة؟ اوعى تكوني مفتكرتيني رنا بركات. لما بتجوز اول شغله رح اعملها اني اشحطك. اعملي الفاصوليا بزيت احسن ما اعمل لك قتله خليك ملبعه على جمعه. هاي حبيبي. كاني سمعت عياط من برا. لا كنا عم نتجادل انا وصبوحه، هي بدها تعمل الفاصوليا بزيت مثل ما انا بحبها، وانا مصرة انها تعملها بلحمة مثل ما انت بتحبها. لا صباح، عمليها بزيت مثل ما دول اللي بتحبها. دخيلك خلصي منها، هيدي حي من تحت التبن. عملي حي الله شيتا تفكس الخطبة وانا رح ساعدك. ما بقدر. انت بتقبل انه هلقيمة تستعملني لغني لها بخطبتها؟ إذا دفعت لك إجرتك إيه؟ إجرتي عم بيخدها من الأوتيل. تتغني بالمناسبات السعيدة مثل سهرات الخطبة والأعياد. إذا ما رح تساعدني لأخرب لها الخطبة ما رح غني. مجبورة تغني، ماضيين كونترا. ما بيهمني. بدفعونا جزا. ما بيهمني. كيف بدي شارك بمشروع مشارك فيه ما غيره؟ بجرب لقيلكن مهمات بعيدة عن بعضها لما تلتقوا، بس انت خد معك الماسك حطه بجيبتك احتياط. أخرت، كنت عم بتمشى شوي بالسان ميشيل. أصحابي عندهم مكتب هندسي بيرمموا البيوت القديمة وبيبيعوا جديدة، وبدهم أرشيتكت وبيدفعوا لك بورسنتاج على البروجي. هاي خبريه. ممنونك مكرم، ما رح انسى لك الجميل. عيب يا سهر، ما في جميله بيناتنا. كيف اختي؟ ما عم ترد علي. انت ما ترد عليك، وانا بتقرع لي راسي كل النهار. انتبه عليه، ساعده، اوعى تخليه يتبهدل. مرسي صباح، مع السلامة. ديعان تعبي، أكيد ما رح تدوق ولا لقمة. بلا بلا، هلأ بدوق. عن جد؟ كل لقمة قدامي تصدق. يا عم أنت لما تشوستي وخليت عني كبرتي على عدنان تتقعدي بخلقتي تعمل حماتي؟ صباح؟ سألتي مني؟ ما تغزيني، أنا معصب شوي وطلعت فشلة الخلق فيك.
أنا ما بزعل منك، بس ما بحب شوفك معصب. وشو في شي بيبسط؟ حالتي المادية؟ أو صحتي؟ ولا بنتي؟ ستار! صرت اكره اوعى الصبح، ما بحب الشمس تشرق، الليل بيكونوا كل الناس نايمين، بحس حالي متساوي فيهم، بالنهار بتبين حقيقتي، انا انسان انتهت حياته بعده عايش، والغلط انه يكون بعدني عايش. مجدرة؟ عم تبكي صباح؟ لا خلص. شو بكي؟ عطلين هم الخواجة فريد، مش عارفة شو بدي أعمل. ليه شو بو؟ بيقعد لوحده كل النهار، ما عم بياكل، ما عم بيظهر، ما عم بيعمل سبور، وحتى خايفي كمان إنه يكون ما عم بياخد الدواء. لهالدرجة يا إسان؟ يوم قال لي إنه ما بقى بده يعيش. جيت أعمل ظهرية معك، تستقبلني؟ هيدا شرف ما بستاهله. خبروني انك لوحدك. وشو خبروك كمان؟ في شي تاني لازم يخبروني اياه؟ ما رح تترك شغلك وتجي تقعد مع واحد ختيار لو ما في هدف من ورا زيارتك. الجلسة معك كانت دايما متعة بالنسبة إلي. عود. اشتقت لك. ما قلت لي وانا كمان. عندك شك؟ منيح بعدك ما أكلت، بتغديني معك؟ أنا منيح وعم باكل كفايتي، بس ضعفان. عم بعمل رجيم، طب ما أنصح عائلة الحركة. قلت الحركة مش منيحة إلك. وصباح لسانة طويل وبده قص. حكيت بدموعة مش بلسانة. يلا شباب خلصوني، تعبت بدي روح نام. الو. معك طارق فياض، لازم شوفك ضروري بخصوص بيك والموضوع خطير. الو. شو بدك؟ قلتلك شو بدي. شو خاصك ببابا؟ وين شفته؟ ما قلي جلا تفوت بنقاش معك، اذا بتهمك صحة بيك لقيني عكف الاطوال بعد ساعة. أمر. ما بقدر بعد ساعة. أتغوزر. أوكي. أمر. ومش بالإتوال، بالكريبوي. أوكي. أمر.
وقبل ما يسكروا الخط يا بلا تهذيب بيقولوا باي. قمر ما زال بيقولوا باي قبل ما يسكروا. ليه سكرتي بدون ما تقولي باي يا مهذبة؟ وجعتني ايدي، مش معودة اكتب هالقد. انطروني هلا بريحه وبرجع، ما تروحوا لمطرح. ما كنت عارفة الفن بيتعب هالقد، صرت ماضي اكثر من 50 اوتوغراف. يعطيك العافية، فعلا شي بهلك. شو بها صحة بابا؟ عم بترقبيه اخر مدة ولا الفن اخذ لك كل وقتك؟ ليك امبارح نايم الساعة 4 وواعي اليوم الساعة 6 الصبح، يعني واصلة معي لهون. وقف لا منتك او فل. بعتذر. فوت ديريكت بالموضوع. بيك يا اسان، بيك عم ينتحر، صحته ما عم تتحسن، ما بده اياها تتحسن. اليوم الصبح قال لصباح انه ما بده يعيش. بابا قال هيك؟ ايه. ما بحق لك تعملي فيه اللي عم تعمليه. انا؟ شو عم بعمل له؟ انجا عم شوفه، يمكن عم بهمله. شغلي اخذ لك الوقت، ملحنين وتسجيل وانترفيو وغنى بالليل. بس هو ما عنده شغل، قتلتي له الامل اللي كان عايش كرماله. اكيد قصدك الشغل بالمعمل. شو بيمنع؟ كل شيء الا المعمل، ما بقبل يشتغل عندك. ما عم يشتغل عندي بيك، هيدا المعمل قضى عمره فيه، بني حجر وحجر، بيعرف كل مسمار فيه وين مركب ومين مركبه. وصار الك موقت كنت استرجعت مصرياتي. يعني الك انت وحدة أنانية، بتفكر بحالك قبل ما تفكر ببيك، بتفكر بحالك على حساب بيك، على حساب صحته وسعادته. إذا ما اشتغل بالمعمل ما في يشتغل بمحل. مين بده يشغل زلمة قرب على 60 ومريض؟ وأي شغل؟ المعمل بيشتغل بكرامته وبتكون قيمته محفوظة. إذا ما اشتغل أنا بأكد لك إنه ما رح يطول. بيك عم بيدوب مثل الشمعة، بستغرب كيف منك حاسة أو قاشعة. بيستاهل حقدك علي إنه تقتليه؟ تفضل اقعد مطرحك. انا دوري هون خلص، المسؤولية عليك بخاطرك. جيبي لي كل الكونترايات. صباح، وامتى انا بتبلش مهمتي؟ قبل ما انا اطلع على المسرح. وي نادين، كيف بدي اشرب نبيد وانا حبلي؟ تعملي حالك عم تشربي. وي صباح، رح كون لابسه ماكسي، كيف بدي اتحرك؟ البسي بنطلون. وي صباح، مين بيدفع لي حق البنطلون؟ انا. وي نادين، ماشي عم بعمل سبور. شو عدنان؟ قول
مزنوق Voulez-vous que je sorte aux toilettes؟ Thank you دلال، بعرف انك انبسطتي لي حتى اكثر من امي. هيدي الشغلة الوحيدة اللي رح تزعلنا، بس ما عليه، مقدرت لك ظروفك. اوكي دودو، باي. كثير زعلت لانه امك ما رح تقدر ترجع على الخطبه. ما علي، بتعود بس نتجوز. مش مصدقه. مبسوط قد ما انا مبسوطه؟ مبسوط لانك مبسوطه. اه يا سهر، اه بيضت لي وجهي. خبروك وشكروني اني عرفتن عليك. لو ما حبوا زبونات المكاتب اللي عملتلن اياها، كانت الشركة التانية اخذت الكونترا. حضرتك امنت شغل على سنة وستين الف اورو. الحمد لله منيح، ما راح اقدر اوصل لك اياهم قبل المساء. منيح، طول بالك علينا يا زلمه. عندي تسليمات كثير والكاميونات ما عم تلحي. بكره الساعه 7 بيكون عندك. يا خيي ستي تكرم عينك. مع السلامه. اهلين، بونجور. اقعد دقيقه بكون معك. حسيب بدك توصل لي بضاعة شهين رباز قبل كريم. ما علي، ما وعدته تكون عنده الساعة 6. تاخد الورقة خلصت. ضيفونا قهوة. اسم الله عليك، شو هالحيوية. ما بتصدق الدنيا مش ساعتني، حاسس حالي بقدر ابرم الكره الارضيه ركض على اجري. ما بتصدق قديش انا مرتاح، حمل وانزاح عن ظهري. I'm happy again. حبيت وصل لك اياه شخصيا. مبروك. برافو برافو بابا، طلعت على الدرج. خسرتي. قديش خايف عليك لما تنضجي وتعرفي قيمة هالخسارة. خسارة كبيرة بابا، خسارة كبيرة. تسهروا عادي وبتنطروا اوامركم من عدنان. اوكي. ضروري يتعشوا. رح يتعشوا على حساب العريس. وبلكي انفضحنا. ما رح ننفضح، هو بفكرهم جايين من قبل العروس وهي بتفكرهم جايين من قبل العريس. طلعوا. طلع حبيبي،
كثير حلوة، ترجيتهم يعطونا إياها تنعمل فيها حفلة خطبتنا، قال إنها محجوزة. شو مبين لوحدك؟ شادي بباريس. بصراحة بعرف طارق خبرني أخيرا حقق حلمه. حسب ما بذكر مش هيدا السبب الرئيسي ورا زواجكم؟ والوحيد حسب ما بينت للأحداث. بعدك حبلة؟ مش كتير. كيف؟ معقول سؤالك؟ لا أنا قصدي مش نصحاني أبدا. عالهام. شو؟ ماشي عم بمزح، انت كيفك؟ بعدني بشتاق لك. لا لا، لازم تشوف بسيكياتر. هي بتموت بالفاصوليا شغلتي. ممكن تبدلي الفاصوليا الموجوده الثوبي عندك. Just the way you look tonight. بكي شي؟ فاصوليا كتير حرة. هدي شبيب بس هدي شبيب. حرة؟ شوف ما بدكم ترقصوا يا عرسان؟ بتعرفيني ما بحب الرقص. هيدا خطبتنا ولو حتى بعرسنا الا اذا كانت الرقصة سلو. طيب مشي معي انا برقص وانت بتزقفني. عدنان ليه عم تطلع على السقف؟ مو شي عدنان خوفتني. ليه عم تطلع على السقف؟ لأنه في ناس ما بدي شوفون وفهمك كفاية. يلا عدنان بلشت المهمة. عدنان مش وقت تشنج رقبتك هلا، عنا مهمة بدنا ننفذها. يلا رنا قالت لي إنه رح أرقص مع نادين. صار في تغيير آخر لحظة لأنه نادين حبلي وما بدها حدا يلبطها. يلا يا عمي بس أنا ما بدي أرقص معي. أنت مش عم ترقص معي، أنت عم تنفذ مهمة مثل الحكيم اللي بيعمل عملية لعدوه لأنه هيدي واجباته الطبية. يلا ما بدي. يلا عندك شيء؟ لا بس ما بعرف مين دفشني. خلينا نروح نقعد شوي. برافو عدنان لقط فيها على الأرض. ليه شو صار؟ رجعت قعدت. كيف هلأ بدنا نفركشها؟ وين رحتي؟ ليه ما عم بتجاوبيني؟ برقصي؟ ارقص وانا حبلي؟ وليش لا؟ ما بعرف بركي
عقدي رح تضلي مجمدة حياتك هالمرة كمان؟ شو بتقصد أحمد؟ أكيد بتقصد شي بهالسؤال اللئيم. جمدت حياتك 7 سنين بسبب شادي، واضح أنه مستقبله أهم منك ومن ابنه حتى. عم بتقلبني على جوزي أحمد؟ اللي بيستفزني فيه أنه ما بيعرف قيمة اللي بيملكه، عم بيفتش على شي تاني بعيد عنك. سكرنا اليوم. والآن حان وقت الغناء الجميل والصوت المبحوح والطلة البهية مع غنوجة الغناء رنا بركات. عملتها قصد بنت الكلب، إذا ما بردلها إياها، إذا ما
مش حدا من الاوتيل، من كل الاوتيلات ومن كل البلد، اما بكون انا دولي. بكره ماما بكره، اعملي اللي بدك اياه، بس الليله روقي ما تخربي حفله خطبتي. عقده جيب لك عقده قصواره وساعه ب 100,000 دولار. كيف عرفت؟ هيك لما حد لي خيطه. خليني ارجع احط لك الاكستنشن ونرجع السهره كانه ما صار شيء، ما تخليها تخربت لك حفله خطبتك. على دلعنا قصير في النقني، ما بدي الا قصير فستاني، وان شاء الله بتوف علي غنائني، بتصيروا تلاقوا صوتي حنونا. طارق ودولي، لأنه ليلي نحن مجموعين لنحتفل لهم بخطبتهم، وبدي أقول لهم من كل قلبي عقبال الفرحة الكبيرة. بدنا نقص الجاتو ونفرقع الشامبان، بس من أجل أكل الجاتو لبعد العشاء. لا لا بروح معي حبيبي، خلص روح دقيقة بيجي معي. ناطر دولي مدري وين راحت. اتركها على راحتها، شو بدك فيها؟ انا بساعدك. وين دولي؟ شو عم تحاولي تعملي؟ يا بن أخليك! دولي! يا بن أخليك! يا مطلق! يا حبيبة! دولي! 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 دولي!
لازم نلبسها شيء. شباب احشموا تنزلني لأنه هلا أبدو، إذا بتسمح تنزلني لأنه بلش بدو. هتنين صار لك شي؟ ما بعرف، بعدني واصي. وين موجوع؟ وين موجوع يا عدنان؟ وين موجوع يا عدنان؟ كلي على بعضي موجوع. آي وجعني راسي. شباب ساعدوني لفك الإكستنشن. غنوش تبيا أنا غنو شتبيا. سوري كابيتان، في انا اظهر لاني حبلي، وخاصه انه ما عندي علاقه بالمشكل ابدا. صدق لا دخلك، قلت لك اني حبلي اكثر من 20 مره. كابتن، حققت باللي بدك تعرفه، وصرت الساعه 2 وما فينا نتصل بمحامينا بهالوقت. فينا نفل الليل ونرجع بكره؟ ما حدا رح يفل الليلة، كلكم بالحبس. حتى لو دفعت لك كفالة؟ بدك تدفع كفالة عنهم كلهم؟ أمري لله. مبسوطة أنا من وراك كنا فتنا على الحبس؟ أكيد مغلط بيني وبين خطيبتك. شو خاصة دولي؟ أنت عم تنتقمي مني، وبتعرفي ليه؟ لأنك غيرانة. بحلمك أنا عم بنتقم منها هي. ليه؟ شو عملت لك؟ مفكر إنكم عم تحتفلوا بخطبتكم بالبورتيميليو مطرح ما أنا عم غني بالصدفة؟ ما بعرف. اللي بعرفه إذا رفعت عليك دعوة ما رح اتدخل هالمرة تأحميكي من تصرفاتك. مش عايزتك. Je n'ai plus envie de vivre ma vie. Ma vie cesse quand tu pars. Je n'ai plus de vie
et même mon lit se transforme. Excuse me, boss. You have a text message. انت اللي فضلت باريز علي. بابا؟ بابا بعد ما نمت؟ صارت الساعة بعرف قد ايه الساعة. بابا بك شي؟ اللي عملتيه ليلى كارثة وعيب، وبيدل انه في رغبة بالانتقام بقلبك. بتتخطى خطيبة طارق لطارق. بيستاهله؟ لا، طارق ما بيستاهل. ما بيستاهل تيني كرامته وسمعته ومركزه الاجتماعي. ما حدا قال له يعمل خطبته بالمطرح اللي عم غني فيه. بونوي بابا. ليه؟ شو بيمنع؟ بيمنع انه خطيبته المصون كان قصده تستفزني. ليه بيستفزك انه طارق يخطب مين ما كان لو ما بيعني لك شيء؟ اكيد مفكر مثل ما هو مفكر، اني غيرانه. مش مزبوط؟ تعبانه بابا، بدي اطلع نام. رانا، اذا مزبوط بعد ما فات الاوان. After you. شو عملتوا بدول ليلة السبت؟ نحنا شو خصنا؟ هي جنت. مين قالها تعمل خطبتها مطرح ما بتغني رنا؟ ما زال بتغرمنا هالقد. ايه بس زدتوها شوي. زعلان عليا؟ بصراحة زعلان لأنه ما شركتوني بالمؤامرة. بشرفك، مش دعانوا فيها؟ هوهو، في كتير ناس دعانهم بناس. شو جابك بهالوقت؟ ما عم بتروحي من راسي. أحمد، أنا مرة مجوزة وحبلي وبحبك. أحمد بليز، ما تقول شي، خليني قلك فل. نادين، لما كنت مفكرك سعيدة بزواجك بعدت. أنا مش خرابة بيوت، وإذا بعرف إنه في أمل 1% ترجع تصلح الأمور مع شادي كمان ببعد. بس هو يلي قرر يفتش عم مستقبله بعيد عنك. ما تفل. مش هيدي الحقيقة؟ لا، مش هيدي الحقيقة. أنا وشادي بعد ما خلصنا. مش أكيد إننا خلصنا. إذا البيبي هو العقدة، أنا مستعد ربيه كأنه ابني. أحمد بليز فل. يا ريت بيحبك قد ما بتحبيه. قدر يحبه أكتر، وأنت بتستاهل بنت تحبك قد ما بحبه. ما عم بيرد علي، جرسوني الناس، أكيد هلا كلهم بسيرتي وعم يضحكوا علي، وهو زعلان مني، بدل ما يروح يضربها ويبهدلها، بيزعل مني أنا؟ أنا شو عملت؟ قلت لك ابعدي عن الشر وغني له، أنا كنت عارفة إنه بدها تنتقم وتعمل فيكي شي ضرب، بس مش هالقد. كيف يعني مش هالقد؟ بهدلت كثير ما هيك؟ لا لا ابدا، شو صار يعني؟ انخزق فستانك يوم خطبتك، طاروا شعراتك، ومشيت معدتك، وقعدت على دريارك، وزقوكي على المغفر، شالوا مصيبه، بتصير باحسن ناس.
سكبي لحالك بدل ما تساعديني قعدت تتفرج علي وبدي كان اسكب لك كمان ناسي اني حبلي دكور دكور ما تنرفزي ما انا بسكوب صرحنا احمد انه بحبني ايه شو يعني كلامه خليني استوعب قد ايه انا بحبه لشادي خليني استوعب مأساة الوضع اللي انا فيه الوضع اللي انت فيه فيك تخلصي منه كومسا كيف؟ إذا أنا بكره باريس وهو بيكره لبنان أنت بتحبيه وهو بيحبك ما تخلوا المسافات تفرقكم بس أنا بكره العيش بباريس الناس فيها غريبين عني البنيات الشوارع كل شي بعيد عن طبيعتي جربت أتأقلم مع العيش هونيك ما قدرت في شغلة مهمة أنت نسيتيها شو هي؟ لما كرهتي باغي شادي ما كان فيها كان هون وكنت مشتاقتي له أقولك مشان هيك كرهتها؟ أنا هيك بقول تسلمي لي يا صديقتي أنت بتجنني أوقات بدك أسكب ليك وهيك رايحة بدون ما تعطيه خبر؟ بدي أعمل إياها مفاجأة يا وي مش مصدقة تغطي الطيارة بباريس وشوفه وأغمره ورايحة على طول؟ لك لها ما شايفتيني عنده بشنطة صغيرة بدي أرجع صف الشركة ورتب أموري وانا شو بعمل بلاكي مش انت انا اعطيني روح بلا بس بوقتك كنت عم فكر بمصلحتك مش بمصلحتي انت هلا باحسن مرحله بحياتك عم بتغني وتطلعي مصاري وبيك رجع على المعمل يعني خلص خلصت مشاكلكم اقولك انا باحسن مرحله بحياتي او باتعس مرحله اكيد باحسن مرحله فاذا ليه حسي حالي تعيسه بقلك بس ما بتعصبي شلب لك جيبي سيري طارق ايه انت وعيتين على الحقيقه وانا لازم رد لك الجميل الحقيقه انك بتحبيه وما بدك تعترفي نادين انا كثير تعيسه بحياتي ما حسيت حالي تعيسه قد هلا حتى لما فلس بابا صارحي انك بتحبيه مش ناطر اكثر من هيك نسيتي انه خاطبي بده يتجوز هيدي الموش مش رح يتجوزها بعد اللي عملته هي ما عملت شيء نحن اللي عملنا ايه بس هي اصلا مشكل وبسامحوا على اللي عملوا فيي ايه لانه اللي انت عملتيه فيي اكثر بكثير قولك بيسامحني على اللي عملته فيه ستي كانت تقول اللي شرب من البحر ما رح يغص بالزاي ايه وطارق شرب من المحيط وسامح رح تسبق للتجارة سكر الباب وراك باي شو عم تعمل؟ مسافر على بيروت حلب وشي؟ ايه انا اشتقت لاختك والورشة؟ الخرايط معهم بكفوا بلاقي مش راجع؟ اختك ما بتحب باريس وما في اجبرها تعيش فيها وانا ما في عيش بلاها مكرم انا ممنونك على كل شيء عملته كرمالي وسلمني على امك باي سافرت على باريس ايه انت شو جايبك لهون سافر على بيروت نادين حبيبي حبيبتي ميرسي لانك رحتي على باريس ميرسي لانك رجعت على بيروت رح اموت قد ماني مشتاق لك رجع انت رجعي انا تعبانه وبعدني واصله نسيني حبلي ما بقى احب باريس من وراها كنت رح اخسرك وانا بطلت اكرهها فهمت انه مشكلتي ما كانت معها مشكلتي انه انت ما كنت فيها بس هلا انا ماني فيها
بس رح ترجع، انت معك حق، مستقبلك هون. ما بقى في عندي هالشعور، في انجح وين ما كان، على القليل هون ببقى ببلدي وبين اهلي وبين اصحابي. هلا لما انا اقتنعت بالعيش بباريس صار بدك تعيش ببيروت؟ بتعرفي شو كلفتني حتى ادب اغراضي وارجع؟ بتعرف شو كلفتني انا المجي لهون؟ لو ما عنكتي من الاول ما كنا وصلنا لهون. انت واحد بلا اصل وناكر لشبيل، وانت على طول بتضلي مربحتيني جميله. خليك هونيك. وانت كمان خليك هونيك. الو، مش حرام عليك تعيط علي وانا حبلي؟ حياتي انا جاي مطرح ما بدك منعيش، المهم نكون سوا. لا حبيبي انا رجع، المهم تكون اقتنعت وشلت من راسك حلم السفر. اي حلم من دونك بيصير كابوس. امتى راجعة؟ بكرة. رح كون ناطرك على المطار. بحبك. بحبك. لا كنت رايح لعندها. عند مين؟ تعرف مين بقصد؟ لا ما كنت رايح لعندها، لأني مش طايقكن لا أنت ولا هي. أنا شو ذنبي باللي صار؟ هي وأصحابها تأمروا علي، علينا أنا وياك تيبهدلونا. ليتها تتركي لها مجال بين كل أوتيلات البلد، ما حل بعينك إلا هيدا الأوتيل؟ ولا عملتيها قصد؟ وحياتك أنا هاتي كذبة، قلتلك بكره الكذب، بكره حدا يستغلني. بدك خطبة عملتلك خطبة، حولتيها لمهزلة، حطيتيني بموقف مهين قدام أهلي وأصحابي والناس اللي بتعامل معهم، كله كرمال شو؟ تتنتقمي منا؟ تنتقمي منا ليه؟ شو عملتلك بالأساس؟ كل ذنبها اني حبيتها. وبعدك بتحبها؟ هيدا موضوع ما بقى يعنيكي. هيدي تاني مرة بخسرك بسببها، بدي اقتلها، بدي اقتلها، بدي اقتلها، بدي اقتلها، بدي اقتلها، بدي اقتلها، بدي اقتلها. ما في وقت فريد، وين رنا؟ ما بعرف يا صباح، وين رنا؟ ما بعرف. إذا اجت بغيابة قالوا لها تبقى بالبيت وما تفتح لحدا. شادي امتى رجعت؟ اليوم. فيك شي؟ رنا عندكم؟ لا آخر مرة شفتك الله يسلمك والله. مين؟ أنا طارق فياض عدنان. رنا عندك؟ طارق فياض، يا أهلا وسهلا، تفضل. ما في وقت عدنان، بليز قل لي إذا بتعرف وين رنا. وين رنا يا عدنان؟ وين رنا يا عدنان؟ كيف عرفت بيتي؟ مرة وصلت رنا ونادين لعندك، بليز جاوبني، الموضوع خطير. لا، إذا الموضوع خطير رح جاوبك بسرعة. رنا ما بعرف ويني. شو؟
رنا بركات. أنا بقول جاي تقولي لي بدك تتجوزي وبدي كاني أنا غني لك بعرسك. لا، جاي أقتلك وأنا اللي رح أرقص بس بدفنك. يا مامي ماما ماما سامح، فلي من هون فلي من هون، عشان ما عرفتك فلي من هون ماما سامح. فضل تموتي وقضي أيامي بالحبس ولا شوفك انت وياه مجوزين. انا بكرهه، ما رح اتجوز وما بطيقه. كذابه، كل مره بتقولي هيك بترجعي بتعملي المستحيل تفرقينا. دولي شكتني بالكوتو. ما تخافي حبيبتي، جرح بسيط كتير. رنا قولك موجوعة؟ رنا صباح، افتحي باب السيارة. داري شو بها رنا؟ فريق الحالة على المستشفى. زعلت لأني قلت عنك هيك؟ ما كنت عم بقلها الحقيقة، كنت عم بكذب عليها تما تقتلني. ليش شو قلتي لها؟ قلت لها أني بكرهك وما بدي أتجوزك. مش هيدي الحقيقة؟ أقولك عم غيب عن الوعي؟ لا بليز ما تغيبي عن الوعي، خليك عم تحكي معي. ايه شو قلتي لها كمان؟ قلت لها اني عم بعيش اتعس مرحلة بحياتي. قالت لي لانك بتحبيه وما بدك تعترفي يمكن ما اقدر سامحه، هو كمان يمكن ما يقدر يسامحني. وبعدين سافرت على باري. ياي حسي بشي كتير سخن عخسرتي، شكتني بالكوتو. ما تخافي حبيبتي، جرح بسيط كتير ما تشغلي بالك فيه. وبعدين شو قلتي له؟ هي قالت لي بفضل قتلك وقضي طول عمري بالحبس ولا اشوفكم مجوزين. قلت لها انا بكرهه وما بدي اتجوزه بس كنت عم بكذب عليها، كنت عم بكذب عليها. انا بحبه، انا بحبه ويمكن موت قبل ما اقله. لا حياتي ما رح تموتي، رح تقليله ورح تكون هاللحظة أجمل لحظة بحياته، ورح يسامحك ويعمل المستحيل تيخليك تسامحيه، لأنه هو كمان بحبك أكتر ما ممكن تتخيلي. رنا رنا نادين؟ نادين روقي، انتبهي ما تنسي عينك حتى. نادين؟ عم بكشف الحكيم على الجرح. الحمد لله مرقت على خير.
نخيلك ولا كابوس. بس فكر انه عن السنتي كان وصل السكين للكبد وكانت ماتت. تبكي، ما بحب شوفك عم تبكي. رنا صحتها منيحة وجسمها اسم الله مثل الحصان. ليه جاي بلا الماسك؟ مش عارف اني رح كون هون؟ بلا يعني نسيتني؟ بس بيظهر مش مكتب لي انساكي. كل ما ابعد عنك بتيجي ظروف قاهرة وبتقربني منك. وانا استسلمت مثل ما الله بيريد. اذا بده ياني انساكي بنساكي. ويمكن ما يكون بده اياك تنساني. قولك مكتب للعذاب كل العمر. هلقد حبك إلي عم بيعذبك؟ شوي. كان بودي ما كنت سبب عذابك عدنان. نصيبي. ما حدا بيعرف كيف بيقلب النصيب. ما هيك؟ عم تعطيني أمل. تعرف عدنان، تعودت على بلدتك وحتى صرت عم بقيها مهضومة نوعا ما. بشكرك لأنك خففت عني. راح روح شوف إذا خلص الحكيم الكشف على رنا. ياه. ولقطوها؟ ايه. وحطوها بالحبس؟ بمستشفى الحبس لأنها فاقدة أعصابها. أنا قلت من أول يوم إنها خوطة. ستي كانت بتقول الجنون فنون. هلا الحمد لله لقطعت على سلامة. منيح اللي ما تجوزها طارق، لازم يشكرنا أن خلصنا منها. بشكركن. طيب نحن لازم نفل لأنه بعدنا واسع المطار ولازم ارتاح لأني حبلي حبلي. طارق باقي مع رنا شي ساعة تنوصل أنا وصباح نغير تيابنا ونرجع. باقي معها عطول. عدنان بتوصلنا أنا وصباح على البيت؟ إذا بتحب بوصلك أنت وصباح على البيت. المهم ما توصل للصحافي ونفوت بسين وجين ويعملوا فضيحة. لأنه الناس إذا طلقوا فنان عنده غنية ضافي. حسب ما بذكر كان في شيء بدك تقولي لي إياه قبل ما تموتي. أنا؟ ما بذكر شيء عن الحب. ما حب ما بعرف. أقولك متذكرة ولا نسيت؟ لا متذكرة وما رح تنسي، لأني رح ضلني ذكرك فيه كل لحظة بحياتي. ما تطلعي فيي هيك تقتليني. ايه هيك بليز خليكي عم تبتسمي. لازم تصحي بسرعة لأنه في مطرح حلو كتير بدي اياك تشوفيه. Do you feel the
ليش جايبني لهون؟ تفرجيكي على البيت اللي رح نسكن فيه. وينه؟ هون مطرح ما واقفين. حلو؟ الأكيد لحد هلا إنه الفيو حلو. الباقي بيتوقف عشادي، وعدني إنه يسلمني الخريطة والمكات خلال شهر. عم تغريني لأتجوزك؟ زبطت معي؟ إذا زدت سيارة فيراري وعقد كارتيه مرسع بالألماز وفيزون بتجوزك بلا شروط. أكتر شي بحبه فيكي إنك أنواع. ستة لنادين كانت تقول القناعة كنز لا يفنى. تتجوزيني؟ وي، حتى بدون البيت، بدون السيارة وبدون الفيزون. في سبب تاني اني جبتك لهون. شو هو؟ بدي ارقص معك عضو القمر.